يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث، أو هل هذا حديث اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه، هل يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما أعلم أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو على ألسنة الناس، وهو نوع من الأدعية، نوع من الأدعية. نعم.